أقامت دائرة الخدمات الاجتماعية ورشة عمل حول الدروس المستفادة من عملية الإخلاء الاحترازي لدار رعاية المسنين بالشارقة، والتي تمت على غرار حريق شب في مبنى قيد الإنشاء مجاور للدار. التفاصيل في سياق التقرير التالي. لأن الدروس المستفادة كثيرة من عملية الإخلاء الاحترازي لدار رعاية المسنين في الشارقة، جاءت هذه الورشة للوقوف على جميع الجوانب بهدف الاستفادة منها وتطويرها، حيث قدمت كل جهة شرحا توضيحيا عن دورها في عملية الإخلاء. وكان المحور المشترك بين الجميع التعاون المثالي والمثمر بين الجهات المشاركة في هذه العملية. أنا أقول لك عملية نوعية، والوقت المثالي يعني استغرقناه ترى في عملية الاتصال والتنسيق والإخلاء كان خيالي، ما تجاوز الساعة ترى. طبعا تم تحليل وتقييم دور كل جهة شاركت في الحدث، دروس مستفادة، مقترحات مستقبلية، موضوع التعاون والتنسيق بين الجهات. تطرق الحضور خلال الورشة إلى بعض الصعوبات وكيفية تفاديها، بالرغم من صعوبة التعامل مع الفئة المستهدفة وهي كبار السن والأطفال، فقد فتحت هذه العملية آفاقا جديدة للجميع في العمل على تفادي أي تقصير والعمل على الاستعداد التام للتعامل مع كافة الأزمات التي قد تواجه المجتمع من حيث التجهيزات أو تدريب فرق بعينها لمثل هذه الحالات الحرجة. كدائرة الخدمات الاجتماعية والهيئة القانونية للكوارث تبغي تتعاون مع الجهات الأخرى اللي شاركت معنا في أزمة الحريق اللي بجنب دار المسنين، بحيث أن يكون تنسيق معنا بشكل أكثر، بحيث نقوم نعمل ورش زيادة. وهذه الورشة هي نوع من أنواع زيادة التنسيق وزيادة التواصل بين المؤسسات الحكومية لإدارة هذه الأزمات، والزيادة في معرفة التعامل مع هذه الأزمات. سرعة استجابة جميع الجهات المشاركة في عملية الإخلاء كانت سبباً رئيسياً لبلوغ هذه التجربة إلى أعلى مستويات النجاح، مما يؤكد بأن التعاون المشترك بين جميع الجهات في الشارقة وصل إلى مراحل متقدمة، ويشكل تعبيراً صريحاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي زرعها في أبناء الإمارة. تأتي هذه الورشة للوقوف على الدروس المستفادة من عملية إخلاء دار رعاية المسنين بالشارقة، سواء الإيجابية أو السلبية لتفاديها مستقبلا، وذلك بتواجد جميع الجهات التي شاركت في عملية الإخلاء. لأخبار الدار، محمد الهنيامي.